حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج عدسة الجامعة، برنامج يهدف إلى اصطحابكم في جولة أسبوعية داخل الحرم الجامعي لرصد أهم الفعاليات التي تقوم بها الجامعة والخروج بكم إلى المجتمع لمتابعة أهم الأنشطة التي تشهدها محافظة الأحساء وناسها ومؤسساتها. وكلما اتسعت العطاءات تكبر القلوب وتتسع العدسة. أعزائي، نتوقف بداية مع أخبار سريعة تجسد الحراك الجامعي والمجتمعي. تحت رعاية سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود حفظه الله، انطلقت في رحاب الجامعة فعاليات يوم المهنة السادس تحت شعار وظيفتك عندنا، والذي تنظمه وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ممثلة بمكتب الخريجين بمشاركة أكثر من 50 شركة وطنية في مختلف التخصصات. سيكون لنا في العدسة القادمة وقفة مع هذه الفعالية. رعى معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال بن جنيد الساعاتي فعالية تحت عنوان قصة نجاح، والتي استضافت سعادة رئيس أرامكو السعودية السابق الأستاذ عبد الله بن صالح بن جمعة، ونظمها نادي طلبة الطب في قاعة كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية بالمدينة الجامعية. نتوقف مع بعض المشاهد وستكون لنا تغطية أكبر في العدسة القادمة. اختتمت أعمال الملتقى العلمي الثالث تحت عنوان مواهب الأطفال بين الاكتشاف والاستثمار، والذي امتد على مدار يومين بنجاح باهر، وأقيم برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال بن جنيد الساعاتي، ونظمه المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بالجامعة بمشاركة نخبة من الأساتذة والمختصين في المجال من عدة جهات مختلفة. نتابع تفاصيل أكثر في عدسة قادمة. بتوجيه من سعادة عميد كلية العلوم الدكتور عبد الله الجعفري وبإشراف سعادة وكيلة الكلية الدكتورة خلود التيسان، نظمت اللجنة الاجتماعية بكلية العلوم ممثلة بالدكتورة طرفة الشدي بالتعاون مع إدارة الشراكة المجتمعية رحلة لمركز الأمير سلطان بالخبر سايتك، امتزجت فيها المعرفة بالترفيه. فاصل قصير ونعود لمتابعة حلقتنا، ابقوا معنا. حياكم الله مجددا أعزائي المشاهدين، ونتابع سويا أهم الأنشطة التي أقيمت في الجامعة ومجتمعها خلال الفترة الماضية. برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، أقيم في رحاب الجامعة الحفل الكبير لتخريج الدفعة 37 من طلبة جامعة الملك فيصل للعام الجامعي 1436-1437 للهجرة في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الجامعية. نتابع تفاصيل هذا الحفل البهيج. وعلى بركة الله يا صاحب السمو، تتشرف الآن مسيرة خريجي الدفعة 37 للمثول أمامكم، وفي مقدمتها راية التوحيد والعدل الشامخة، علم المملكة العربية السعودية. إن هذه الكوكبة من خريجي جامعة الملك فيصل ما هي إلا ثمار عطاء حكومتنا الرشيدة وبذلها السخي
أيدها الله في سبيل تنمية الإنسان السعودي وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة ودفع عجلة التنمية بسواعد وطنية ذات كفاءة عالية تنهض بمسؤولية العمل الوطني بوعي وإدراك خدمة وامتنانا للوطن وإخلاصا وولاء لقيادتنا الحكيمة. وتبدأ الآن مسيرة الخريجين، فها هم خريجو الدراسات العليا وعميدها الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الدغيم، ونتيجة للتوسع المضطرد الذي شهدته كليات الجامعة في مجال الدراسات العليا فقد أنشئت هذه العمادة وأنيط بها الإشراف على برامج الدراسات العليا بالجامعة بالتنسيق مع الكليات المعنية، وذلك انطلاقا من قناعة الجامعة بضرورة البحث العلمي والتطور فيه. هذا ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية خلال رعاية سموه للحفل الكبير بتخريج الدفعة 37 من طلبة جامعة الملك فيصل للعام الجامعي 1436-1437 للهجرة. وما هذه الكوكبة من الخريجين إلا ثمار جهود حكومتنا الرشيدة وبذلها السخية يدها الله في سبيل تنمية الإنسان السعودي وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لدفع عجلة التنمية بسواعد وطنية ذات كفاءة عالية تنهض بمسؤولية العمل الوطني بوعي وإدراك خدمة والانتماء للوطن وإخلاصا وولاء لقيادته الحكيمة. الأخوة الحضور، في مناسبة كهذه لا يفوتني أن أهنئ أبنائي الخريجين وأولياء أمورهم على ما حققوه من إنجاز، فأصبحوا على أبواب حياة جديدة سيحققون بإذن الله تطلعاتهم وآمالهم. وقد أثبت أبناءنا أبناء هذه البلاد على مدى تاريخهم الحافل إنهم على قدر المسؤولية وبأن لهم دور في البناء والتشييد في مسيرة هذه البلاد، مدركين أن عليهم واجب نحو وطنهم، فلقد أعطاهم وطنهم الكثير وحري بهم أن تكون توجهاتهم وتطلعاتهم نحو خدمة وطنهم. من جانبه عبر معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال بن جنيد الساعاتي عن سعادته برعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف حفل التخريج ومشاركته أبناءه هذه الفرحة في هذا اليوم المبارك من أفراح الوطن الذي نسعد فيه بزفاف أجيال المعرفة والتنمية ولبنات التقدم والازدهار. في هذا اليوم المبارك من أفراح الوطن الذي نسعد فيه بزفاف أجيال المعرفة والتنمية ولبنات التقدم والازدهار، تفيض القلوب بهجة برعايتكم يا صاحب السمو هذا العرس العلمي ومشاركتكم أبنائكم خريجي الدفعة 37 وأولياء أمورهم لحظات السعادة بيوم التخرج. فشكراً لسموكم الكريم باسمهم جميعاً على هذه الرعاية الكريمة، ومرحباً بكم وبصحبكم الكريم وضيوف هذا الحفل في رحاب جامعة الملك فيصل التي توشحت هذا العام بشعارها الجديد جامعة ومجتمع بناء وانتماء، لتعلن انطلاقة خطتها الاستراتيجية لعام 2015-2020 وترسم في أفق مستقبل أبنائها وبناتها طموحات واعدة بالبناء والعطاء لوطن الخير والرخاء. بدوره أعلن سعادة عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان عن أعداد الخريجين في سائر كليات الجامعة للعام 1436-1437 للهجرة. يا صاحب السمو الملكي، شرفني أن أعلن النتيجة العامة لكليات الجامعة في العام الدراسي 1436-1437 هجرية لبرامج الدراسات العليا وبرامج البكالوريوس لنظام الانتظام والانتساب المطور وبرامج الدبلوم، حيث بلغ المجموع الكلي للخريجين والمتوقع تخرجهم قرابة 30,714 خريجاً وخريجة، منهم 16,410 طالباً موزعين
حسب التالي: الدراسات العليا 175 طالباً، كلية العلوم 200 طالب، كلية العلوم الزراعية والأقضية 130 طالباً، كلية إدارة الأعمال 242 طالباً، كلية الطب 69 طالباً، كلية الصيدلة الكلينيكية 28 طالباً، كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية 25 طالباً، كلية الهندسة 106 طالباً، كلية الآداب 307 طالباً، كلية علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات 76 طالباً، كلية التربية 289 طالباً، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 97 طالباً، التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد 14,785 طالباً. بعد ذلك ألقى خريج كلية الطب الطالب عبد السلام بن طايع المطيري كلمة الخريجين: ما أجمله من حلم لاحت بروقه، وما أنفسه من يوم فاح عبيره، وما أعذبها من فرحة فاضت بها قلوبنا، فمن أين أستعير أحرفاً تحتمل كل هذه المشاعر المتوهجة في القلوب؟ حقاً إنه لعرس الأعراس تغنى به وطننا وتنادى له أحبابنا، فيا لسعادتي ويا لسعادة زملائي الذين أمثلهم اليوم، ونحن نزف إلى ذلك الغد المشرق بنفوس متطلعة وطموح لا حدود له. وقد شاهد سموه والحضور عرضا مرئيا حول مسيرة الجامعة ونهضتها العلمية وشراكتها المجتمعية ونماذج مضيئة من خريجيها السابقين الذين تبوأوا مناصب قيادية في المجتمع. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، في السر والعلن، وأن أخدم أمتي ووطني ومليكي بكل أمانة وإخلاص، وأن أبذل وسعي وأسخر علمي لصون حياة الإنسان في كافة أطوارها. ثم أدى خريجو كليتي الطب والصيدلة الإكلينيكية القسم الطبي بإشراف سعادة عميد كلية الطب الدكتور حاتم بن عثمان قطب. وفي ختام حفل التخرج 37 قدم معالي مدير الجامعة إهداء إلى سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو محافظ الأحساء، تمثل في عدد من الدراسات والبحوث العلمية من مؤلفات هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك مشروع الحقائب التدريبية لبرنامج أسوياء ولكن، والذي يعنى بمعالجة المشكلات اللاتوافقية لدى الشباب. وقد سبق حفل التخرج حفل خاص لتدشين عربة النقل التلفزيوني المباشر التابعة للمركز الجامعي للاتصال والإعلام في جامعة الملك فيصل، وكذلك عربة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. رعى هذا التدشين وتابعه بكل اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، وعدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة. نتابعه معا. أقيم على هامش حفل التخرج 37 لطلاب جامعة الملك فيصل حفل تدشين هام وكبير، رعاه وتابعه بكل اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية،
بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، وعدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة. حفل التدشين شمل عربتين هامتين للجامعة والمجتمع في آن: عربة الكشف المبكر عن السرطان التي قدمتها جامعة الملك فيصل للمجتمع تتويجاً لشراكتها مع الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان بالأحساء، وتتولى الجامعة الإشراف على تشغيل عربة الكشف المبكر عن السرطان، كما تسهم جمعية السرطان من خلال الاتفاقات المبرمة معها بتقديم الخبرات الفنية والمهنية لتشغيل العربة. وكذلك قام سموه بتدشين عربة وحدة النقل الفضائي التابعة للمركز الجامعي للاتصال والإعلام، والتي تحتوي على أحدث الأجهزة وتقنية البث التلفزيوني، وهي قادرة على نقل وقائع الفعاليات والأحداث والمناسبات بكفاءة عالية وتسجيل البرامج التلفزيونية خارج الاستديوهات. ويقوم على هذه الوحدة فريق مختص من الكوادر السعودية المؤهلة، ويتولى الإشراف على هذه الوحدة المركز الجامعي للاتصال والإعلام بالجامعة. كذلك دشن معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال بن جنيد السعاتي عدة مبادرات تقنية حديثة لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بحضور عدد من الوكلاء والمسؤولين. العدسة كانت هناك. دشن معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال بن جنيد السعاتي عدة مبادرات تقنية حديثة لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وكان في استقبال معاليه وصحبه الكرام سعادة وكلاء الجامعة وسعادة عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور عبد الله بن عبد الوهاب الفريدان ومنسوبي وموظفي العمادة. وقد قص معاليه شريط الافتتاح بآلية جديدة مختلفة عن الطرق التقليدية، وذلك من خلال جهاز الروبوت الحديث دبل روبوتكس، حيث قام الروبوت بالتوجه إلى معاليه للضغط على شريط الافتتاح المعد على شاشة الروبوت. بعد ذلك شاهد عرضا مرئيا لنشأة العمادة، بعدها شاهد عرضا ثلاثي الأبعاد مرتديا نظارة الواقع الافتراضي Virtual Reality للقيام بجولة افتراضية داخل العمادة. ثم توجه معاليه برفقة السادة الحضور إلى قاعة الاجتماعات لمشاهدة العرض التقديمي الخاص بالعمادة، والذي بدأ بتحية لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي. وأشار سعادة عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور عبد الله بن عبد الوهاب الفريدان بأن نسبة الطلبة في برامج الانتساب المطور من الطلبة في القطاع العسكري يصل إلى أكثر من 25%، وأن أحد طلبة البرنامج استشهد في الحد الجنوبي دفاعا عن وطنه، وهو العريف أحمد البارقي. وحول التطلعات المستقبلية للعمادة استعرض الدكتور عبد الله الفريدان عددا من التقنيات الحديثة، ومنها طورنا تطبيق اللي هو IKFU للطلاب الجامعة انتظام وانتساب، وراح نشوف عرض بسيط عنه الآن. تظهر قائمة الخدمات الطلابية المتاحة للطلاب، وهي تعرض مواد الفصل الحالي ودرجات الطالب، ويتم تفعيلها فقط بعد إعلان نتائج الاختبارات النهائية. خدمات طلاب الانتساب تظهر معلومات عن الوضع الحالي للطالب وتنبيهات عدة بهذا الخصوص، كما تتضمن اسم وعنوان مركز الاختبار الذي سيؤدي الطالب الاختبارات فيه من بين 146 مركز اختبار متاح له. وفي ختام الحفل أثنى معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال بن جنيد الساعاتي على العرض، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في خدمة الوطن وأبنائه. بعد ذلك توجه معاليه لمعاينة الاستديوهات الحديثة المجهزة بالعمادة والبالغ عددها 16، مجهزة بأحدث التقنيات والتي تعد نقلة نوعية في التعلم الإلكتروني بالجامعة. حفل التخرج 37 لطلبة الجامعة تضمن فيلما قصيرا من إنتاج إدارة البث الفضائي، نختتم به هذه الحلقة.
تحقق جامعة الملك فيصل رؤيتها في بناء مدينة علمية للتميز والجودة التعليمية والبحثية، وفي تحقيق الشراكة المجتمعية من خلال تخريج أجيال من أبنائها تزفهم كل عام مسلحين بالعلم والمعرفة والالتزام بالعمل المخلص لمجتمعهم والانتماء للوطن الكبير، ينطلقون للمشاركة في بنائه وصناعة الحياة الكريمة لأبنائه وتقديم العطاء لمؤسساته في تخصصاتها المتعددة وانتشارها في ربوع مملكتنا الحبيبة. طلاب اليوم هم بناة الغد، لحظة يضعون أقدامهم على عتبات بوابات الجامعة، يدركون أنهم منذورون للتألق وأنهم سيكونون جديرين بالسطوع طالما يؤمنون بأن هذه الجامعة ستكون بيتهم الجامع وظلهم المعرفي الوارث التي وجدت من أجل تحقيق طموحاتهم ورفض شخصياتهم بالتوقد والسطوع. الحقيقة الحديث عن جامعة الملك فيصل حديث ذو شجون. أنا أحد خريجي كلية العلوم الإدارية الدفعة الأولى عام 1408. هذه الكلية والجامعة بالعموم أعطتني الكثير، واستفدت سواء كان في خلال فترة دراستي أو ما بعد أو بعد مرحلة ما بعد الدراسة. حقيقة دائما أدعو للجامعة بالتوفيق، وأتمنى أن أراها حقيقة من أهم وأكبر الجامعات وأميزها على مستوى العالم. جامعة الملك فيصل تعتبر بالنسبة لمرحلة انتقالية ما بين عالم الصغير وهو عائلتي إلى العالم الكبير وهو الحياة. تم فيها صقل شخصيتي لأنني التقيت فيها بأشخاص من بيئات وثقافات مختلفة، كان لها الأثر الإيجابي على دعمي في مسيرتي العلمية والعملية. أشكر جامعة الملك فيصل وجميع أساتذتي لما قدمه لي من عون. وعلى مدى أكثر من 40 عاماً احتضنت الجامعة آلافاً من أبناء وبنات الوطن، واستقبلت طلاباً كثر من دول الخليج والعالم العربي والإسلامي. خلال هذه المرحلة تخرج الآلاف من الطلاب، فكانوا قادة العطاء في مجتمعاتهم، تسنم كثيرون منهم المواقع الفاعلة في الاقتصاد والتعليم والطب والهندسة والبحث العلمي وفي سوق العمل وكل مواقع المسؤولية الاجتماعية البناءة. ولله الحمد والمنة، الفضل يعود إلى الله ثم إلى الوطن الغالي اللي هيئ لنا مثل هذه الجامعة العظيمة، جامعة الملك فيصل، اللي استفدنا منها الكثير ولله الحمد، وهيئت لنا جميع سبل النجاح في الحياة العملية، من الدكاترة، من الأماكن المهيئة للدراسة ولكسب الخبرة في الحياة العملية. فالمرحلة الجامعية هي نقطة وصل بين ما هو أنت عليه حاليا وبين مستقبلك. ففي البداية كنت أواجه بعض الخوف، إيش المصاعب اللي بتواجهني وكيف راح أتخطاها. أحب أشكر جامعة الملك فيصل لدورها الفعال في تحقيق أول خطوة من خطوات طموحي ووصولي إلى ما أنا عليه بعد الله سبحانه وتعالى، ثم دعاء الوالدين. جامعة احتضنت كل التخصصات ولها حضورها الفاعل في مجال البحث العلمي، رفدت المجتمع بدراسات وبحوث أسهمت في ارتقائه ونهوضه العلمي والمعرفي، وقدمت فرصها التعليمية للجميع للحصول على متعة النجاح والتخرج بالدرجة الجامعية ودرجتي الماجستير والدكتوراه عبر برامج تعليمية حظيت بحصول عدد منها على الاعتماد الأكاديمي العالمي. كذلك أتاحت الجامعة الفرصة السانحة لآلاف من الذين فاتهم استكمال تحصيلهم الجامعي على مقاعد الدراسة، وذلك من خلال برامج الانتساب المطور، لتحقق بذلك ريادة غير مسبوقة في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، فيلحقوا بركب المعرفة والعلم في أعراس التخرج تملأهم الغبطة والحبور بهذا الإنجاز. وكما يخرج الآلاف كل عام من بوابات الجامعة ليشقوا طريقهم في الحياة العملية، يقبل في السنة ذاتها الآلاف
لكي يتابعوا مشوار الانتماء الأكيد لوطن الإنجازات والشموخ. ويبقى الوطن عزيزاً غالياً يسكن قلوب أبنائه، ويعبر حبه الراسخ صروح العلم الشامخة إلى قمم الفداء على حدوده وبين حناياه. وحدة وطن ولحمة قيادة وشعب، خط أحمر لا تقبل المساومة والمزايدة، وساحات المعرفة والفداء خير شاهد على تحقيق الإنجازات والبطولات. وطن ولاة الأمر فيه يضعون العقيدة والعلم في مقدمة أولوياتهم، لا بد وأن تصل قامات أبنائه وبناته إلى ضفاف الشموس العاليات. أعزائي، حلقتنا انتهت، نلقاكم في حلقة قادمة على قناة عين، ولنردد دائما كلما اتسعت العطاءات تكبر القلوب وتتسع العدسة. حياكم الله.